السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم ميس منى عبد الله معلمة رياض الاطفال اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات تاسيس ماسكي كي جي وان. قبل ما نبدا حلقتنا لو لسه بتتفرج على الحلقات دي لاول مره اعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس ليصلك حلقه اول باول ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وشير الموجودين اسفل الفيديو حلقتنا المرة دي استكمالا لحلقة أخدناها قبل كده وهي The Numbers From Zero To Ten وعرفنا من خلالها إزاي الطفل يكتب الأرقام بطريقة صحيحة على استراتيجية سكاي رايتنج تعالوا نراجع جزء من الحلقة دي قبل ما نبدأ الحلقة الجديدة ونرجع مرة تانية سكاي رايتنج. سكاي رايتنج شبكة الكتابة على الهواء المكونة من الفور لاينز Sun لاين بلين لاين جريس لاين And warm line. Write number zero. close the curved line. Write again. Closed curved line. Write again. Closed curved line. Write in letters Z E R O. Z E R O. Zero. بعد ما شوفنا إزاي نكتب number 0 على sky writing بطريقة صحيحة، نبدأ نحل مع الطفل بعض الشيتات الخاصة بnumber 0 ونسأله بعض الأسئلة زي هنا مثلاً how many dots in rectangle no dots excellent where is number zero excellent trace the numbers and words الطفل هنا يمشي على النقاط الخاصة بنمبر زيرو وكمان هيمشي على الكلمة خاصة بنمبر زيرو color the number zero هيلوي النمبر زيرو مهم جدا الطفل يتمرن كتير على كل نمبر من خلال الشيتات المختلفة للنمبر ده write number one write slant line standing line and sleeping line right slant line standing line and sleeping line right slant line standing line and sleeping line right in letters o n e o n e 1 بعد ما شفنا ازاي نكتب نمبر 1 على السكاي رايتنج نبدا نحل مع الطفل بعض الشيتات الخاصه بالنمبر مهم جدا ان الطفل يتمرن كتير How many dots in Rectangle Excellent One dot Where is number one Excellent Colors number one الطفل هنا يلون number one هنا برضو هيعمل Trace هيمشي على النقاط الخاصة بnumber one وكمان هيمشي على ال الخاصة بنمبر one write number two left curved line and sleeping line left curved line and sleeping line left curved line and sleeping line write ال letters T W O T W O 2 بعد ما عرفنا ازاي نكتب نمبر تو بطريقه صحيحه للسكاي رايتنج نبدا نسال الطفل بعض الاسئله ونحل معاه بعض الشيتات عشان يثبت المعلومه اكتر عن النمبر ده للطفل هاو many دوتس ان ريكتانجل اكسلنت 2 دوتس 1 2 دوتس 2 excellent color the number two trace the numbers and words هنا الطفل برضو هيلون number two وهيمشي على النقاط الخاصة بnumber two uh, letters و numbers write number three left curved line and left curved line left curved line and left curved line left curved line and left curved line, left curved line write in letters T H R E E three T H R E E 3 بعد ما شوفنا ازاي الطفل يكتب نمبر 3 بطريقة صحيحة على السكاي رايتنج نبدأ نسأله بعض الأسئلة الخاصة بنمبر 3 ونحل معاه بعض الشيتس الخاصة بنمبر 3 How many dots in rectangle? Excellent 3 dots 1, 2, three dots. Where is number three? طفل هنا هيدور على number three ويضع حواليه circle. Excellent. Color the number three. الطفل هنا هيلون number three وهنا يعمل trace هيمشي على النقاط الخاصة ب number three سواء letters أو number. Write number four. Standing line. Write slanting line. And sleeping line, standing line, right slanting line, and sleeping line. Right again, standing line, right slanting line, and sleeping line. Write in letters. F O U R four. F O U R four. بعد ما شفنا مع بعض ازاي نكتب نمبر 4 بطريقة سعيحة لسكاي رايتنج نبدأ نحل مع الطفل بعد الشيتس الخاصة بنمبر 4 How many dots in rectangle? 4 dots Excellent 1, 2, 3, 4 dots Where is number 4؟ الطفل هنا يدور على number 4 ويده حوالي circle color the number four طفل هنا هيلون number four وهنا trace هيمشي على النقاط الخاصة ب number four سواء number أو letters write number five sleeping line standing line and left curved line write again sleeping line standing line and left curved line sleeping line standing line and left curved line write in letters F I V E 5 F I V E 5 وبعد ما شفنا مع بعض ازاي نكتب نمبر 5 نمبر ولترز على السكاي رايتنج بطريقه صحيحه نبدا نحل مع الطفل بعد الشيتس الخاصه بنمبر 5 How ميني دوتس ان ريكتانجل 5 دوتس اكسلنت 1 2 3 4 5 5 دوتس Where is number 5؟ الطفل هنا هيدور على نمبر 5 ويضع حواليه سيركل. Colors the number 5. الطفل هنا هيلون نمبر 5 وهنا يعمل تريس هيمشي على النقاط الخاصه بنمبر 5 والليترز الخاصه بنمبر 5. مهم جدا بعد كل 5 نمبرز الطفل بيحفظهم ويتقنهم كويس نبدا نعمل exercises مختلفه زي انه الطفل يعمل ماتش او كاونت او تشوز بحيث اعرف انه فهم ولا لا واتقن الاول 5 نمبرز ولا لا تعالوا نشوف بعد الشيتس الخاصه باول 5 نمبرز ونرجع مره تانية الطفل هنا كاونت اند ماتش هيعد ويوصل بالشيبس اللي موجوده قدامه على حسب كل نمبر موجود الطفل هنا يعمل كومبليت للكاتر بيلر هيكمل الدودة من خلال النمبر الموجود قدامها نمبر 1 1 سيركل نمبر 2 2 سيركلز نمبر 3 3 سيركلز نمبر 4 4 سيركلز نمبر 5 5 سيركلز مهم جدا ان الطفل يتدرب اول باول على الفايف نمبرز الطفل هنا بعد ما يعد هيختار النمبر الخاصة بالسينجس اللي هو عدها هنا الطفل بيعمل تريس على الليترز الخاصة بكل نمبر مهم جدا ان الطفل يتمرن عليها مرة بالنقاط ومرة بشكل حر بحيث ان الطفل يتقنها ويحفظها كويس وده بيساعده اكتر على تنظيم خطه من خلال النقاط لما برسمها له في البدايه right slanting line and closed curved line write in letters s i x 6 s i x 6 بعد ما شفنا مع بعض ازاي الطفل يكتب بطريقة صحيحة نمبر 6 على skywriting رايتنج نبدأ ان احنا نحل معاه بعض الشيتس المختلفة الخاصة بنمبر 6 how many dots in rectangle 6 dots excellent 1 2 3 4 5 6 dots where is number 6 هنا الطفل هيدور على number 6 ويضع حواليه دائرة excellent colors the number 6 هنا الطفل هيلون number 6 هنا الطفل يعمل trace number 6 بالletters والnumber اللي موجود قدامه write number seven sleeping line and right slanting line sleeping line and right slanting line write again sleeping line and right slanting line write in letters s e v e n seven s e v e n seven بعد ما شفنا مع بعض ازاي الطفل يكتب بطريقة صحيحة نمبر 7 على سكاي رايتنج سواء نمبر او لترز سكاي رايتنج بتنظم خط الطفل وبتحسنه من خلال اللاينز اللي موجودة بنبدأ نحل مع الطفل بعض الشيتس الخاصة بنمبر 7 How many dots in rectangle? 7 dots Excellent 1 2 3 4 5 6 7 dots Where is number 7؟ الطفل هنا هيدور على number 7 ويضع حواليه circle Color, count and trace the numbers هنا الطفل هيلون وهيعد ال stars اللي موجودة دي الخاصة بnumber 7 هنا الطفل هيعمل trace للnumber 7 بالliters والنمبر Write number 8 Close the curved line and close the curved line. Close the curved line and close the curved line. Close the curved line and close the curved line. Write in letters E I G H T. E I G H T. Eight. Eight. بعد ما شفنا مع بعض ازاي الطفل يكتب بطريقة صحيحة نمبر 8 على السكاي رايتنج نبدأ نحل معاه بعض الشيتس الخاصة بنمبر 8 How many dots in rectangle? 8 dots excellent count to me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 dots Where is number 8? الطفل هنا يدور على نمبر 8 ويضع حواليه سيركل Excellent. Color count and trace the numbers. The child here will color and count the numbers. Here the child will trace for number eight by numbers with numbers and letters. Write number nine. Close the curved line and right slanting line. Close the curved line and right slanting line. Close the curved line and right slanting line. Write right in letters. N I N E. Nine. N i -N e 9 وبعد ما شفنا مع بعض ازاي نكتب number 9 بطريقة صحيحة لسكاي رايتنج نبدأ نحل مع طفل بعض الشيطس الخاصة بnumber 9 how many dots in rectangle 9 dots excellent count to me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ناين دوتس، وير از نمبر هنا الطفل هيدور على نمبر نين ويضع حواليه سيركل. اكسلنت. colors نمبر نين، هنا الطفل هيلون نمبر نين، هنا الطفل يعمل تريس لنمبر نين، هيمشي على النقاط الخاصة بنمبر نين والحروف الخاصة بنمبر نين. رايت نمبر And zero, one and zero. Write in letters T E N, T E N, ten, ten. بعد ما شفنا مع بعض ازاي الطفل يكتب بطريقه صحيحه نمبر 10 على السكاي رايتنج نبدا نحل مع الطفل بعض الشيتس الخاصه بنمبر 10 هاو ميني دوتس ان ريكتانجل 10 دوتس اكسلنت كاونت تو مي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 dots وير از نمبر 10 طفل هنا هيدور على نمبر تين ويدع حواليه سيركل اكسلنت color the نمبر تين طفل هنا هيلون نمبر تين الطفل هنا يعمل تريس للنمبر 10 بالنمبر والليترز الخاصة وبعد ما شوفنا الجزء الخاص من الحلقة The Numbers From Zero To 10 هتلاقوا الحلقة كاملة موجودة في الديسكريبشن مهم جدا ان الطفل يتدرب عليهم كتير ويعرف يكتبهم بطريقة صحيحة على استراتيجية سكاي رايتنج لان دي بداية كتابة اي نمبر جديد الطفل هياخده بعد كده الطفل في كي جي 1 بيحفظ الارقام من 0 الى 20 وبيحفظهم باللترز فتعالوا نستكمل النمبرز فروم 11 تو 20 من خلال الفيديو اللي جاي ده تاسيس ماس كي جي 1 ليسون 9 Lesson 9 the numbers from 11 to 20 طبعا احنا عارفين ان الطفل في كي جي 1 بيحفظ الارقام من 0 الى 20 بالليترز فمهم جدا ان احنا نصبر على الطفل لان ده بيتاخد على مدار سنه فاكيد مش من يوم وليله او في اسبوع او في شهر الطفل هيحفظ الارقام كلها لان احنا بندي رقم في الاسبوع او في الاسبوعين فالمهم ان احنا نصبر على الطفل نبدا 11 11 11 in letters E L E V E N E L E V E N 11 بعد ما شفنا 11 على السكاي رايتنج نبدا هنا نرسم دواير او نرسم ستارز او نرسم تراينجلز في الريكتنج اللي موجود قدامنا عشان الطفل يربط ما بين العدد ومدلوله وهكذا هنعمل مع باقي النمبرز اي نمبر جديد الطفل بياخده نعمل كده فهنا كاونت تو مي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وبعد كده نبدأ نحل بعض الورك شيتس الخاصة بنمبر 11 زي هنا مثلا color the number 11 الطفل هيلون نمبر 11 هنا الطفل هيعمل تريس هيمشي على النقاط الخاصة بنمبر 11 وكمان الليترز الخاصة بنمبر 11 after 11 12 12 12 in letters T W E L V E T W E L V E 12 بعد ما شفنا 12 على السكاي رايتنج نبدأ هنا نرسم سيركلز بعدد العدد اللي موجود قدامنا 12 كاونت تو مي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وبعد كده نبدأ نحل بعض الورك شيتس الخاصة نمبر 12 colors are number 12 نبدأ هنا الطفل يلون نمبر 12 وبعد كده هيمشي هنا تريس على نمبر 12 13 13 13 13 in letters T H I R T Y E N T H I R T -w E N 13 بعد ما شفنا 13 على السكاي رايتنج نبدا هنا نرسم سيركلز بعدد 13 count to me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 وبعد كده نبدأ نحل بعض الworksheets الخاصة بnumber 13 زي هنا color هنا الطفل هيلوين number 13 وهنا هيعمل trace هيمشي على 13 number and letters after 13, 14 fourteen 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 in letters F O U R T E E N F O U R T E E N fourteen fourteen بعد ما شوفنا fourteen على skywriting نبدأ هنا نرسم fourteen circles count to me one two three four five six 7 8 9 10 11 12 13 14 وبعد كده نبدأ نحل بعض الworksheets الخاصة بnumber 14 colors are 14 طفلة هنا هيلوين number 14 وهنا هيعمل trace لnumber 14 number and letters after 14 15 15 15 in letters F I F -T, W -E -N. F -I -F -T -W -E -N. 15 بعد ما شوفنا 15 على السكاي رايتنج نبدأ هنا نرسم 15 سيركلز كاونت تو مي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 وبعد كده نحل بعض الورك شيتس الخاصة بنمبر 15 colors زي نمبر 15 طفل هنا يلون نمبر 15 وبعد كده هيعمل هنا تريس هيمشي على النقاط الخاصة بنمبر 15 وليترز الخاصة بنمبر 15 after 15 16 16 16 in letters S I X T W E N

W E -N. 17. بعد ما شوفنا سبنتين على سكاي رايتنج نبدا هنا نرسم 17 سيركلز كاونت تو مي وان تو 3 4 5 6 7 8 9 وبعد كده نحل بعض الورك الخاصه بنمبر 17 Colors are number 17. Tiflina hilawa number 17. a trace le number 17, number and letters. After 17, 18, 18, 18, 18 in letters. E I G H T W E N E I G H T W E N double 18, 18. بعد ما شفنا 18 على السكاي رايتنج نبدا هنا نرسم 18 سيركلز كاونت تو مي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 وبعد كده نحل بعض الورك شيتس الخاصه بنمبر 18 colors the number 18 طفلنا هنا يلون number 18 وهيعمل trace number 18 number and letters after 18 19 19 19 19 in letters n i n e t w e n n i n e t w e n 19 بعد ما شفنا 19 على السكاي رايتنج نبدا هنا نرسم 19 سيركلز

Uba al kadaim shit number 19, number and letters. After 19, 20, 20, 20, 20 letters. TWE 20, TWE 20 بعد ما شفنا 20. Baadam 20 al sky writing. Nib dehin 20 circles. Count to me one two three four five

نمبر اند لترز طبعا مهم جدا ان الطفل يحل ورك شيتس كتير على كل نمبر جديد بياخده وده بيثبت عنده المعلومه اكتر من خلال الورك شيتس فبعد كده يبدا ان هو يحل الورك شيتس مجمعه للارقام دي عشان يعرف الفرق ما بينهم فهنا مثلا عندنا هنا هيعمل تريس هيمشي على كل نمبر لوحده وبعد كده هيوصل هنا ما بين النمبر والليترز الخاصه بالنمبر ده وهنا هيعد ويختار الرقم الصحيح للعدد اللي موجود قدامه وده برضو نفس الكلام هنا هيكمل الحروف الناقصة للكلمة الخاصة بالنمبر زي 11, 12, 13 لغاية وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وهتلاقوا كل الورك شيتس الخاصة بذا نمبرز فروم زيرو تو twenty موجودة في الديسكريبشن من خلال لينك والمزيد من الحلقات القادمة دعموا القناة بلايك كومنت اند شير الموجودين أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته